هيخرج ازاي يعني؟ ده بقاله 12 ساعة جوه. وسع يا ابني، وسع يا ابنك. قلب عندك يا سلام. وايه اللي حصل يا حسن؟ هتعرف يا حاج، ادينا مستنيين. بعد اذنكم، الناس ممكن تمشي عشان ممنوع التصوير؟ لو سمحت، انا صحفي اصلا ومعايا تصريح من وزاره الاثار. يا فندم، ده رابع واحد يحصل له مصيبه بسبب المقبره الملعونه دي. هو عمر الناس بعزاه؟ انا مش فاهم ازاي واحد بعقلك ده شغال في الوزاره. صابر، متأكد انك بسبعة راح يا صابر.